إيش رأيك تروح تقدم أيضا خدمة الاستشارة الكتابية؟ الاستشارة الكتابية فكرتها إنه أحيانا الشخص ما يحب يقابل مستشارين ويحب إنه يكون فيه نوع من أنواع السرية، ولذلك بإمكانك إنك أنت تستخدم خدمة الاستشارة الكتابية. أيضا نقوم بالدخول إلى الموقع الخاص اللي هو نسميه الموقع الرئيسي لإشراقة روح، وأدخل إلى خدمة الاستشارات وأختار طبعا الاستشارة اللي هي الكتابية. طيب لما أختار الاستشارة الكتابية وأضغط عليها هنا، بعد ذلك راح تظهر لي اللي هي هذه التفاصيل. أضع البريد الإلكتروني، أضع موضوع المشكلة، وبعدين أضع الكلام اللي أريده. في النهاية راح أضغط على هذا المستطيل، ومن بعدها راح يطلب مني مجموعة من البيانات الخاصة فيني مثل الاسم الأول والأخير بالإضافة إلى البلد والهاتف، ومن بعدها أعمل متابعة، وساعتها بعد ما أضع الاسم الأول والأخير أحط يجب أن يكون هنا البلد باسم باللغة العربية، وبعدين أعمل متابعة، ثم أقوم بالدفع مباشرة حسب البطاقة البنكية اللي عندي، أو أدخل بيانات البطاقة البنكية، وبعدها على طول مباشرة راح أعمل عملية الدفع بعد إدخال هذه البيانات. بعد ما أعمل عملية الدفع مباشرة راح تجيني رسالة إنه سيتم الرد عليك خلال 48 ساعة، وراح يتم الرد أيضا عن طريق البريد، وبالتالي راح تجد إنه راح توصلك رسالة على البريد الإلكتروني مباشرة بعد أو خلال 48 ساعة. شفتوا الآن إنه طريقة